وتزامنا مع الوصول المرتقب للوفد الدبلوماسي الأمريكي إلى المنطقة هذا الأسبوع لإيقاف رقعة توسع الحرب، أعلن البنتاغون عن حشد مزيد من أسطوله العسكري وإرساله للشرق الأوسط كخطوة استباقية قبل هجوم إيراني متوقع أو من حزب الله ضد إسرائيل. إرسال بنتاغون هذه المجموعة من الأسلحة اعتبر رسالة ردع أمريكية لإيران ووكلائها قبل وصول الوفد الأمريكي للمنطقة بحسب مراقبين. وفي هذا السياق، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا جديدا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، شدد فيه على ضرورة تعزيز وضع وقدرات القوات العسكرية الأمريكية بجميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوترات، وأمر أوستن بتسريع انتقال حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن المجهزة بمقاتلات F-35 إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية بالشرق الأوسط. وتعد إبراهام لينكولن خامس حاملة طائرات من فئة نيمتس لدى البحرية الأمريكية، تتميز بقوتها الضاربة مع قطع أخرى تابعة لها. كما أمر أوستن بنشر غواصة الصواريخ الموجهة USS جورجيا، ولديها القدرة على إطلاق الصواريخ البالستية وتعمل بالطاقة النووية. كذلك هناك مجموعة حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت الضاربة في مياه الشرق الأوسط، وهي موجودة منذ عدة أسابيع، مما يمنح الولايات المتحدة وجودا ضخما في المنطقة. أما مجموعة USS واسب البرمائية الجاهزة تضم قوة من الآلاف من المشاة في البحرية الأمريكية القادرين على العمليات الخاصة في البحر الأبيض المتوسط. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت الخميس الماضي عن وصول طائرات F-22 رابتر التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى المنطقة في ظل تصاعد التوترات مع إيران. تتميز F-22 رابتر بأنها ليست مجرد طائرة حربية، بل هي تجمع بين التخفي والسرعة الفائقة والقدرة على المناورة العالية، وأيضا لديها القدرة على الاشتباك مع أهداف متعددة، مما يجعلها عنصرا أساسيا في استراتيجية سلاح الجو الأمريكي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.